ده بوت التليجرام الوحيد اللي هتلاقيه صادق وتقدر تحقق منه أرباح مجانية عن طريق 3 طرق. الطريقة الأولانية هي فيزيت سايتس، وهي زيارة مواقع لمدة 10 ثواني أو 20 ثانية. لمجرد بس الزيارة بتاخد الربح بتاعك. أنا لما بدخل على اللينك بيفتح لي الموقع اللي عليه الإعلان، بفضل واقف على الموقع ده المدة اللي هو بيحددها لي، سواء 10 ثواني أو 20 ثانية، ومجرد انتهاء المدة باخد الأرباح بتاعتي، وبيبعت لي لينك الصفحة التانية بدخل عليها وأقف نفس المدة وأخد الأرباح. مش محتاج أفتح أي حاجة جوه الصفحة دي، ولا محتاج أدخل في أي لينك تاني، ولا محتاج أسجل أو محتاج أكريت أكاونت أو محتاج أعمل ساين أب. كل اللي مطلوب مني هو مشاهدة الموقع فقط، ومجرد المشاهدة لمدة 10 ثواني أنا كده حققت المطلوب وباخد الأرباح بتاعتي. عملية بسيطة وما بتاخدش وقت كتير، وبتدي لك قصادها أرباح مجانية من عملة اللايت كوين. الأرباح دي محسوبة على سعر العملة دلوقتي، واستقبالا لما سعر العملة يزيد الأرباح دي هتكون معاك رقم كبير. العملية دي بتعملها في أي وقت فراغ طول ما انت ماسك الموبايل، مش هتاخد منك وقت كتير، وفي نفس الوقت هي حاجة مجانية. البوت ده لأرباح عملة اللايت كوين، ومتاح بأربع عملات أخرى سيتم توضيحهم خلال الفيديو. ودي الطريقة الأولانية لتحقيق أرباح، زيارة مواقع ومشاهدتها والبقاء عليها لمدة 10 ثواني. الطريقة التانية وهي مسج بوت، وإن أنا بدخل أبعت رسالة لأي بوت على التليجرام وباخد الأرباح بتاعتي لمجرد ما أدوس ستارت. بدخل على أي بوت وبدوس ستارت، بيبعت لي رسالة ترحيبية، الرسالة دي بفروضها لبوت اللايت كوين. طالما ده ما بعتش يبقى مش شغال، هعمل له سكيب وهيجي لي بوت تاني. هدوس على ستارت، الرسالة دي هاخدها اعمل لها فورورد لبوت اللايت كوين، تنزل الارباح بتاعتي مجرد ما بعت له الرسالة الترحيبية اللي جات لي من البوت التاني، ويبعت لي لينك البوت الجديد. بدخل عليه وبعمل ستارت، تجي لي الرسالة الترحيبية افروضها لبوت التليجرام، وهكذا. أداة المسج بوت هي محدودة، يعني مفيش بوتس كتير بتقدر تعمل لها مسج. بتلاقي كل اللي موجود عليها 4 أو 5 إعلانات زي ما احنا شفنا دلوقتي. قال لي خلاص إعلانات اللي موجودة على المسج بوت خلصت، فيبقى عندي الطريقة الأولانية الفيزيت سايتس، والطريقة التالتة هي جوينت شات، ودي عبارة عن قنوات تليجرام بشترك فيها مدة زمنية معينة، ممكن تكون ساعة ممكن تكون أكتر. مجرد ما اشترك فيها المدة دي باخد الأرباح بتاعتي. بدخل على اي قناة هو بيبعتها لي وبدوس جوين، وارجع اقول له جويند. بيقول لي انت لازم تفضل في القناة دي على الاقل 1 hour، لمدة ساعة واحدة بس. بمجرد ما تعدي الساعة بتنزل الارباح بتاعتي، وبيبعت لي القناة اللي بعدها. بدوس على جو دو ذا شانل، واجي في القناة وادوس جوين، وارجع اقول له جويند، يديني الارباح بتاعتي بعد ما اكمل المدة اللي يقول لي عليها اللي هي ساعة او اكتر، وهكذا. ومجرد انتهاء المدة اللي انا المفروض افضل فيها جوه القناة دي، سواء كانت ساعة او اكتر، بتنزل الارباح تلقائي على البوت اللي انا مشترك فيه، وساعتها اقدر اخرج من القناة وامسح الشات. دول كانوا الثلاث طرق اللي اقدر اشوف بيهم اعلانات واحقق ارباح من عملة اللايت كوين. هرجع للمنيو وهدوس على بالانس. الرصيد اللي قدامي ده انا اقدر اسحبه فورا على محفظة اللايت كوين بتاعتي. مجرد ما ادوس على ويزدرو بيقول لي اكتب عنوان اللايت كوين. هجيب عنوان الديبوزيت من المنصة اللي انا عايز احول عليها، وهكتب كمية اللايت كوين وهدوس كونفيرم. بالرجوع لبالانس والضغط على هيستوري بيجيب لي عمليات السحب اللي تمت قبل كده، ودي كانت اخر عملية سحب عملتها بتاريخ 14/12 الساعة 6:15، وسمعت في المنصة الساعة 8:15، يعني بعد حوالي ساعتين من عملية السحب على البوت. كمان انا ممكن اعمل من الارباح دي اعلانات. لو ضغطت على ماي اد ودست على نيو اد ان انا هضيف اعلان جديد، اقدر اضيف اعلان للينك URL، يعني ممكن اعمل اعلان لصفحتي على الفيسبوك او الويب سايت بتاعي. كمان ممكن اعمل اعلان لقناتي على اليوتيوب.
لو انت عملت اعلان على موقع او على قناة او على صفحة على الفيسبوك هتكون من ضمن الاعلانات اللي احنا كنا بنشوفها في فيزيت سايتس، بنزور مواقع لمدة 10 ثواني او 20 ثانية وبناخد الارباح بتاعتنا. الاعلان اللي احنا هنعمله لصفحتنا دي هيتشاف لمدة 10 ثواني او 20 ثانية، فبالتالي هيتشاف من ناس كتير اذا كانت القناة او اذا كانت صفحة او كان ويب سايت. الارباح اللي بتحققها من البوت ده ممكن تكون بسيطة جدا، اما لو هتستخدمها في الاعلانات فهتبقى كويسة جدا، لان الاعلان اللي بتعمله بياخد حاجات بسيطة جدا من الارباح دي، فممكن الارباح البسيطة دي تعمل بها اعلان يستمر الايام او لاسابيع. البوت ده بيديلك ارباح لعملة اللايت كوين، ومتاح بوت اخر بيديلك ارباح لعملة البيتكوين، وبوت لعملة البيتكوين كاش، وبوت لعملة دوك كوين، وبوت لعملة زيت كاش، وبوت اخير لعملة الترون. البوتات دي هي البوتات صادقة وحقيقية، وتقدر تسحب منها وتقدر تعمل عليها اعلانات. اسفل الفيديو هتلاقي لينك الاشتراك بكل عملة، وتقدر طبعا تشترك فيهم كلهم لان كلهم مجاني. متنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة. شكرا لمتابعتكم.